تجيد الطبخ وتحتفظ بحيويتها ونشاطها في صناعة الزربية والفخار. 19 عاما هو سنها، لكن بعد 100 المجاهدة لالا خديجة أكبر معمرة في الجزائر، وسعت ذاكرتها من الأحداث ما خلا وما تأخر. توفيق عمري استخلص عصارة سنون لالا خديجة. قرن وتسعة عشرة سنة كفيلة لأن تشهد على عمر المجاهدة المكافحة لالا خديجة سلمى الحافل بأمجاد العز والصبا في مسكن متواضع بدائرة وادي زنات بقلمة، وبالضبط بقرية قصر العازب. وبابتسامة واستحياء فتحت لنا لالا خديجة قلبها، أم 84 فردا بما فيهم أحفاد الأحفاد، وفرحتنا بها أكبر عندما وجدناها بأفضل الأحوال الصحية ولا تعاني من أي مرض. مانيش قاعدة الهموم في قلبي طاب، كبت وليدات ربي يصحيهم ربي ينوب عليهم ربي يصحهم. لا حاجة لها في زيارة الطبيب عند المرض، وتفضل الريف عن المدينة، وسعادتها تكمن عندما يلتف حولها فلذات كبدها. ساعة رجع الوحدة ساعتين العشية لقى خبزت صدرت الغداء قيلت طيق مغسولين دنيا نظيفة المع المغسولين طيب قهوة تجيب لي نشرب يجعني راسي مترونسبور. ما تيزرت عليهم صح وكبرتهم وبنت تصور راسنا عندي ما نقول فيها، وقعدت صغيرة بنت على وليداتها كبرت اليوم مع دور رجالة فرجت عليه ويستحفظوا بصحتك بها دا يدي منها دعوة الخير. تعشق الهدوء والسكينة وتحاكي الطبيعة التي تعتمد فيها على غذائها الرئيسي، فمن صناعة الفخار والزربية جلبت لقمة العيش لأبنائها، وبذاكرتها القوية تكتنز أسرارا وأسرار. يقضي مين قاعد يوصلوا هذا الزوج نتاعك؟ هاي مين يحكموا العسكر في الطريق يطيح هاي قاعدوا وقعدوا هذا بالفرنسي سطوق قاعدوا وقعدوا الرجل مسكين ما حيموت يقعد يكبه ويجي توصل يهز الحوايج من الدار كسر طمينة من عندي نخبز ويدي الجبل. إذن هي مرأة بدوية بامتياز لا تكل ولا تمل، والجميل في ذلك أنها تجيد الطبخ وأكرمتنا بالإفطار مما صنعت يدها، وشاء القدر أن يثرى بها تاريخ الجزائر كأكبر معمرة على قيد الحياة لأمهات الجزائر. حياة عمر مديد لكل